مدينة فوزدو غواسو البرازيلية الحدودية مع دولتي الأرجنتين والبرجواي يتعايشون مع مختلف الأديان بسلام ووئام، فكانت وجهة لمعرض رسالة الإسلام في نسخته 48. الجمعية الخيرية الإسلامية محطة من محطات المعرض، حيث تنشط الجمعية في نشر ثقافة التعايش السلمي مع الآخرين، كما يعمل القائمون عليها بتحفيظ الطلبة القرآن الكريم بمختلف أعمارهم. بالنسبة إلى المعرض الذي نحن شاهدناه والذي نحن استقبلناه بقلوبنا وعقولنا وكل جوارحنا وأيدناه، لأن نحن بحاجة كنحن مسلمين في البرازيل أو في أي منطقة بعيدة عن المناطق الإسلامية والدول الإسلامية، نحن بحاجة لأي نور ونحن بحاجة لأي ضوء يعكس صورة الإسلام الذي هو مليء بالتسامح وبالمعرفة وبالوعي، وأن يكون رسالة حقيقية للإسلام. وهذا المعرض بيوصل رسالة كبيرة لأي مجتمع أجنبي أو مجتمع حتى كان عربي والدول الأوروبية أكيد، يعني هذا لازم يوصل صوت حر لكل العالم لتفهم شو هي الإسلام الحقيقة والتعايش الحلو اللي عم يصير بين المجتمعات التانية. جامع عمر بن الخطاب معلم قصده معرض رسالة الإسلام ليكون وقفة لزائري الجامع الذين انبهروا بما حمله المعرض من قيم التسامح الديني ومفاهيم الإسلام الحقيقية. هذا المعرض المعرض الثقافي الإسلامي لسلطنة عمان الموقرة هو معرض ناجح بكل جوانبه، إذ يجسد الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن التقاليد العربية الأصيلة، حيث أن المرأة لها مكانتها وكرامتها وحريتها في تنشئة وتربية أجيال المستقبل. نحن هنا العرب، يعني مضى على وجودنا ما يقارب ما بين 10 و20 و30 سنة، أنا أصبح لي أكثر من 20 سنة. فأما شعور تجاه هذا المعرض، الحقيقة أحسست أنه وكأن روحي انتقلت إلى البلد الأصل، ونحن نعتبر سلطنة عمان من الدول العربية والإسلامية التي نعتبرها هي أصل للغة وللثقافة وللدين الحنيف الإسلامي. وسائل الإعلام المختلفة كانت في قلب الحدث، فنقلت صورة مشرفة عن السلطنة وأفردت عددا من الصحف البرازيلية صفحاتها الأولى، مشيدة بدور السلطنة في نشر السلام بين كافة أقطار العالم. وانتهت محطة رسالة الإسلام في البرازيل وسط إشادة بدور السلطنة في تحقيق معاني السلام بين كافة شعوب العالم. لتلفزيون سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي من مدينة فوزدو إغواسو البرازيل.